عليكم، معكم الفنان فوزي من مدينة وهران، مستقر في فرنسا. بديت المجال الفني في 1989 في مدينة وهران في حصة اسموها ألحان ومواهب، كانت منها إذاعة الباهية. مستوى الأغاني الراي حاليا نشوف فيها في تدهور، وإن شاء الله نتمنى من الفنانين وكتاب كلمات إن شاء الله يزيدوا يكتبوا كلمات ملاح، والفنان يليق يمد رايه إن شاء الله في هذه الجهة. أغنية اللي عرفوني بها بزاف في سنوات التسعينات في الجزائر، وهي أغنية هبتيني بزاف. رسالتي كفنان أنا نوصل لميساج تاع المجتمع تاعنا، سواء كان أغنية عاطفية أو أغنية للأفراح. رسالتي الفنان الجيل الجديد الفنانين، إن شاء الله نتمنى لهم مزيد من التألق والمتابرة، وإن شاء الله مع السوشيال ميديا اللي مكاينين حاليا، احنا في السنوات الماضيه في التسعينات في السوشيال ميديا كان خصناها بصوالح، ودوك عندهم 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 غروند شونس باسكو كاين لي سوشيال ميديا وكاين لي ريزو سوسيو اللي يجيو يبرزوا بها. مشاريع المستقبليه هي كل سنه ندير اغنيه جديده، هذا الكليب وإن شاء الله هذا العام كاين أغنية جديدة في 2022 إن شاء الله، أغنية على بالي قلبك حنين بكلمات حبيب الوهراني وموسيقى وتلحين لمحمد الهبري.